ينضم إلينا من نيويورك مباشرة مراسل القاهرة الإخبارية ياسر نور الدين. بعد التحية إليك ياسر، يعني يبدو أن زخم التشابك ومحاولة فض شرطة لوس أنجلوس الأمريكية هذه التظاهرات بداخل حرم كاليفورنيا أصبح واضحا على الشاشة الآن، استخدام قوات الشرطة للقوة لتفريق هؤلاء المتظاهرين الذين يصممون على عدم الخروج من ساحة أو من حرم جامعة كاليفورنيا، فما التفاصيل لديك؟ ما التطور الملحوظ إلى الآن؟ حسني تحياتي لك وللسادة المشاهدين. حقيقة الأمر أن جامعة كاليفورنيا ليست هي الأولى ولكن وأيضا لن تكون الأخيرة. بدأت هذه المظاهرات كما تعلم حساني وهذه الاعتصامات هنا في ولاية نيويورك وبالتحديد في جامعة كولومبيا والتي كانت أيضا قبل يوم واحد من الآن دخلت الشرطة أيضا وقامت بفض هذا الاعتصام الذي استمر قرابة الأسبوعين. انتشرت بعد ذلك حساني إلى جامعات أخرى، انتشار النار في الهشيم، انتشرت إلى جامعة نيويورك وجامعة ييل في كنتكت وهنا في جامعة كاليفورنيا وأيضا مينيسوتا وباقي الجامعات الأمريكية لتصل إلى أكثر من 50 جامعة وأيضا أكثر من 36 ولاية أمريكية. أما بالنسبة لجامعة كاليفورنيا كانت إدارة الجامعة حساني قد طلبت من شرطة المدينة أن تتدخل وهذا الأمر هو يعني في نهاية المطاف بعد أن فشلت الإدارة وفشل الحرس الجامعي في نعم. أن يقوم بإزالة هذه الخيام وهذه الاعتصام. لكن الشرطة كما نرى ياسر يعني تستخدم القوة المفرطة من أجل تفريق هؤلاء المحتاجين من الطلبة والطالبات، يعني كيف تتشدق الولايات المتحدة الأمريكية بمسألة حرية التعبير والديمقراطية وفي نفس الوقت يتم استخدام مثل هكذا قوة ضد هؤلاء طلبة عزل محتاجين لقضية العالم يشاهد هذه القضية؟ نعم حسني شكرا لك لهذه النقطة تحديدا، حيث أن هذه النقطة هي نقطة ازدواجية المعايير. الولايات المتحدة الأمريكية تتشدق دائما وأبدا بالحرية وتنصب نفسها شرطي العالم، ولكن عندما تأتي الأمور لها تتبدل المفاهيم وتتبدل كل الأمور. هذا المنظر الذي يراه المشاهدون في الشاشة ليس هو الأول في كاليفورنيا، ولكن ظهر في عدة ولايات أيضا، كان من ضمن هذه الولايات ولاية نيويورك ونيوجيرسي وتكساس أيضا. اعتقالات الشرطة يعني لا تفرق بين رجل وفتاة أو حتى بين أعضاء هيئة التدريس. أيضا هناك مرشحة في الانتخابات الرئاسية أيضا اغتيبت إلى الاعتقال. نعم نعم ياسر، يعني ياسر وأنت تحدثنا ما زالت أعلام فلسطين ترفرف في أيدي الطلبة في حرم جامعة كاليفورنيا برغم هذه الاقتحامات، حتى وأيضا أصوات الأعيرة النارية التي نسمعها بوضوح الآن، وهذا ما أثار حالة من الارتباك. يبدو أن هناك تصميما من الطلبة والطالبات المتواجدين على عدم الخروج أو فض هذا الاعتصام، فماذا عن تفاصيل هذا التصميم من قبل الطلبة الذين نراهم في هذه المشاهد المباشرة وهم وجها لوجه أمام أفراد الشرطة الأمريكية؟ حساني كنت موجودا بنفسي وكاميرات القاهرة الإخبارية في قلب جامعة كولومبيا هنا في ولاية نيويورك، ولكن هذا التصميم لن يصمد أمام يعني بطش الشرطة في ولاية كاليفورنيا أو في أي ولاية أخرى. هنا على سبيل المثال في جامعة كولومبيا بعد منتصف الليل قامت الشرطة بكسر النوافذ وقامت بتحطيم الأبواب للوصول إلى الطلاب وقامت باعتقال
عليهم. أيضا هناك تسريبات كثيرة للغاية، استخدام وحشي للشرطة في مناطق متفرقة من جامعات لمحاولة تشتيت وإزالة هذه يعني الخيام بعد أن أخذت الصلاحية من إدارة الجامعات.